مرحبا. التنزه على الطرق الخارجية والوقوف على جنب الطريق والتنزه بالأماكن غير المخصصة مشهد بنشوفه يومياً بشوارعنا. بلف ورجع اليوم بدنا نأخذ جولة بشوارع عمان ونرصد هاي الممارسات السلبية اللي بنشوفها دايماً على جنبات الطريق وبنص الشوارع وبالأماكن غير المخصصة. ويا ترى هالمتنزهين معذورين ولا لا؟ خلينا نتابع مع بعض. معنا أحد كوادر أمانة عمان واللي هم يعني بتلخص عملهم بالتفتيش على المتنزهين بشكل غير مخصص أو على المتنزهين الموجودين بالأماكن غير المخصصة. نبيل البستنجي، يعطيك العافية نبيل. الله يعطيك العافية سيدي. أهلا. يعني كثير من الممارسات بنشوفها بشوارعنا إلها علاقة بالتنزه بالأماكن غير المخصصة، ويمكن أنتم بترصدوا كثير حالات بهاي الأماكن. شو أبرز الحالات اللي بترصدوها؟ والله يعني احنا بنطلع جولات زي ما تقول جولات توعية على المواطنين، يعني هاي منطقة تخصصت للمشي للرياضة، ما تخصص للتنزه والجلوس على الممشى. شو الأيام الأكثر بتشوفوا فيها ممارسات خاطئة بهاي المناطق؟ يعني خميس جمعة صراحة وقت العطلة. وقت العطلة أمي، المشكلة إنه في هذا الممشى في ناس كانت تولع نار بنص الممشى أو جلوس بنص الممشى. والحمد لله تم توعيتها، في ناس تجاوبت معنا وفي ناس ما عنده علم في الموضوع، الا احنا وعيناها وحاطين احنا لافتات على شفتهم على الطريق. يعني تتجه أمانة عمان الى عادة تطوير وتأهيل عدد من الحدائق العامة ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث تعمل في الأعوام القادمة على إعادة تأهيل 75 حديقة عامة في عمان. أنجزت أمانة عمان ما نسبة 75% من المشاريع الزراعية في العاصمة. يبلغ عدد الحدائق العامة في العاصمة عمان 143 حديقة، كما تعمل أمانة عمان على استحداث وإنشاء 4 حدائق عامة جديدة في الوقت القريب. من أكثر الأمور البشعة صراحة، وبعيد عن التنزه في الأماكن العامة، ولكن هي عبث بالممتلكات العامة، الرسومات والكتابات اللي بنشوفها بشوارعنا وعلى جنب الطريق. يعني أحمد والقلب تبعه وفلان وعلان مش عارف شو، يعني هاي القصص ما بدنا نشوفها بهاي الشوارع. هاي الممارسات منتشرة، موضوع الرسم على الحيطان، موضوع الخربشة على الممتلكات العامة بطريقة سيئة بتعيق مسيرة الإصلاح وبتعيق المنظر الجميل لمدينة عمان. يعني بفصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً بهاي الأوقات، الناس بتفترش أي مسطح أخضر بتشوفه موجود داخل العاصمة عمان، متبطحين على المسطحات الخضراء، معتدين على هاي المسطحات بأماكن وسط العاصمة عمان بدون أدنى مسؤولية وبأماكن غير مخصصة بشكل لا قانوني وبشكل مزعج أيضاً للناس الموجودة بهذا المكان. يعني رغم وجود أكثر من 140 حديقة عامة بعمان، إلا أنه ما زلنا بساعات المساء بنشوف أطفال بيلعبوا بالشوارع الرئيسية بشكل يعني ومنظر يشكل خطورة على أرواحهم ما بين السيارات، زي اللي أنتم شايفينه من خلفي، أطفال بجنب السيارات وبالشوارع العامة وبالشوارع الرئيسية بيلعبوا. ظاهرة الناس اللي بتنزهوا بالأماكن غير المخصصة كيف بتشوفها؟ والله للأمانة هاي ظاهرة مزعجة جدا، يعني مع احترامنا للناس إلا هذا استخدام خاطئ. يعني في أماكن زي الأماكن هذا، مثل مكان هذا مكان ممشى يعني مخصص للممشى، بتلاقي الفرشات بنص الشارع، بتلاقي القعدات بنص الشارع، إلا المشاوي بنص الشارع، لا بنعرف نمشي ولا بنعرف نتحرك. يعني إجمالا إحنا ممشى لازم يكون فقط للمشي، بس بنلاقي مثلا في ناس خلص اختارت إنها تجيب أغراضها وأولادها وتحوله بنوعا ما يعني لمكان للتنزه، او مثلا حتى احيانا تناول بعض الوجبات. يعني نحكي الناس معذورين احيانا في افتراش الطريق لعدم توفر المرافق المهيئه لهذه العمليه، يعني مثلا لا يوجد حدائق عامه بكثره تغطي المناطق. ليش اخترتوا اليوم المكان هذا؟ هيك قعدتكم جميله ومظبطين كل الامور، ليش اخترتوا المكان هذا بالذات؟ والله احنا كل اسبوع 10 ايام تقريبا نجي على المكان هذا، يعني ندور رفضه زي هيك، انت على تعليل الشباب ونروح.
يا أخي المناطق اللي بتكونوا فيها ما فيها متنزهات أو حدائق عامة أو خدمات عامة توفر هاي القعدات؟ لا لا يوجد فيها نهائي والله. ليش؟ شو المشكلة؟ قرى زيزي هو زيزي كامل ما فيه والله. ما فيه. القرى اللي بعد زيزي نهائي ما فيه عندنا لا منتزهات ولا إيش. ممارسات سيئة واعتداءات على الطريق العام واعتداءات على الممتلكات العامة بنشوفها بشوارعنا من قبل المتنزهين في الأماكن غير المخصصة، وبعد ما تخلص فترة تنزههم بتشوف النفايات والقمامة معبية الشوارع. هاي الأماكن موجودة بوسط الشوارع وجنب الطرقات، لهيك اليوم بدنا نلف ونرجع لحتى أمانة عمان تقدر تلاقي أماكن مخصصة لهؤلاء المتنزهين على الرغم من وجود أكثر من 140 حديقة عامة بتخدمهم، ولكن لا تخدم هؤلاء المتنزهين على رأيهم. يعطيكم العافية.